اخوات واخواتات، السلام عليكم، مرحبا بالجميع، تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، كنتمنى تكونوا على أحسن الأحوال. ما يقع في المغرب يعني مهزلة، المهزلة اللي واقعة في المغرب حاليا كيف ما كنشوفوا. واحد الحاجه كتضحكني انايا، يعني كنشوف الناس تيخرجوا تيهضروا على المأساة اللي كيعانيوا منها وعلى الظروف اللي كيعيشوا فيها، ولكن ملي كنشوف المسؤولين كيهضروا تنقول شكون غنصدق انا شكون غنصدق له. كيخرج مسؤول تيقول لك المغرب تقدم صافي، ولينا كنصنعوا السيارات، ولينا كنصدروا السيارات، كنصدروا الطيارات، كنصدروا الروابز، يعني شي حاجه اللي كتضحك. ولكن ملي كتمشي للارض الواقع كتلقى عالم اخر. ملي كنهضر مع الناس اللي كانوا في المغرب تيقول لكم ديال المغرب راه القضيه كاين جوج طبقات في المغرب، كاين واحد الطبقه عايشه من برا وكاين واحد الطبقه كتاكل الطحين. هادشي اللي كاين في المغرب، ما كاين ديك اللعبه ديال بين وبين ولا جي نتهلا في المغاربه ولا يعني ندير معاهم شي حل، مثلا نخليهم حتى هما بحال الشعوب يعيشوا واحد العيشه اللي عيشه كريمه على الاقل. ما كنطلبوش الشعب، ما كيطلبش الكثير، ولكن كيطلب غير ديك الحياه العاديه، يعني شي حاجه اللي تخلي الانسان انه يكون مطمئن. يعني الانسان المغربي ما كيعرفش شنو هو الاطمئنان، ما كيعرفش شنو هو الاطمئنان، الراحه، يعني هادشي ما كيامنش في الانسان المغربي، ما تيعرفوش. لان الانسان المغربي تيعيش بين يعني بين كل نهار وكيفاش كتكون الظروف ديالو، وخاصه الطبقات المطحونه، الطبقات اللي هو كان العصام ديال المغرب. انا ما كنهضر على دوك الموظفين اللي بين وبين فهمتي كيكمل الشهر يعني غير بالزيار وبالاقتصاد وكذا، حتى هو عنده سياره وكيسافر وكيدوز. لا ما كنهضرش على هاد الناس، هادو واحد الطبقه قليله حتى هما، يعني واحد النسبه اللي ماشي كثيره في المغرب، يعني دوك الناس اللي خدامين في الوظيفه العموميه. يعني كاين واحد الالتفات ليهم، ولكن علاش هاد القضيه كيدير النظام باش يعطي واحد الصوره للاجانب. ورا حتى حنا في المغرب عندنا قوانين الاجور، عندنا، ولكن كاين واحد الطبقات ما كيطبقش عليهم هاد القضيه ديال الاجور. يعني ناس مساكن يعني اللي جا كيتكربص عليه، دوك صحاب المعامل صحاب الشركات كيديهم تيبقى يحرض عليهم، ملي كيفيقوا مع الصباح ملي كتضربوا الفيقه حتى كيعياو، ما كيعرفوا حتى الساعه معاش كيبداو ولا الساعه معاش كيساليو. هادو هما الناس اللي كنهضر عليهم انايا، يعني الناس اللي فعلا كيعانيو. وعاد كنجيو كنلقاو الصراعات السياسيه بين المعارضين يعني شي حاجه اللي هادشي اللي خلاني ننسحب والله العظيم لهاد القضيه اللي تانا كنساهم. يعني صراعات، لا يعني انا اتفق مع الاختلاف شيء ضروري، الاختلاف من مبادئ الديمقراطيه، ولكن من القضيه كتوصل صراعات وكتوصل الشتائم وكتوصل الامهات وكتوصل، يعني هنا ما كتبقاش ديمقراطيه، ولكن كتولي شي حاجه اخرى. يعني من القضيه، يعني انا كان كيف ما قلت لكم الاختلاف ضروري، من مبادئ الديمقراطيه هو الاختلاف، انني اختلف معك. وهادشي كيخدم النظام، يعني هاد القضيه كيخدم النظام، يعني الا ما اتفقتيش معاك يخلي ضربوه. وهاد القضيه كنلقى واحد حتى مثلا المغاربه حتى هما عندهم هاد الفكره، يعني اتفق معايا والا ما اتفقتيش معايا راك عدوي. هاد القضيه ما كتطبقش على النظام، كتطبق حتى على المناضلين المعارضين، يعني نكونوا صراحاء. كاين بعض كنشوف انا بعض النقاشات اللي كترى، يعني بعض بين الاخوه اللي فعلا كتفرح، كتشوف ناس مثلا كيتناقشوا كيهضروا رغم الاختلافات العقائديه والاختلافات من المنظور الفكري المنظور الثقافي، يعني كاينين
ولكن ماشي، ولكن الاغلبيه كنلقاو يعني مره كتجي بحال هاد النقاشات الحلوه، النقاشات اللي فيها كتعبر يعني على واحد المستوى عالي من النقاش، يعني نقاش ثقافي سياسي كيهتم بالاوضاع في المغرب وشنو والنظام يعني شنو داير في المغاربه. ولكن قليل يعني هادشي ماشي يعني قليل، يعني ماشي شي حاجه اللي مره كطيح في شي وحدين كيهضروا شي يعني نقاش ايجابي. ولكن ملي كنشوف احيانا بعض الفيديوهات السبان والامهات كيتشتموا رغم انهم كاع مصيقين الاخبار كاع، وكتلقى الام ديالك كتشتم علاش على شي حاجه اللي ما كتستحقش. هاد القضيه يعني المشكل ديالنا احنا مع النظام ما كيستحقش اننا نختلفوا حتى نوصلوا اننا نبقاو نشتموا في الامهات ديالنا. يعني كيف ما بغى يكون الانسان مادام انه مقاسك جسديا لم يتعرض لك جسديا لم يتسبب لك بالالم، يعني ما نحتاجش انني نوض ونبقى نسب واحد الانسان يعني اللي بعيد عليا مثلا ونبقى نشتم ليه بامور. يعني شي حاجه اللي فعلا يعني تقزز، يعني هادشي اللي قلت لكم انا منذ ملي بديت يعني في 2013 مثلا بديت هاد القضيه ديال النضال، وانني ماشي كيسيو حتى النضال، يعني عندي افكار ديالي كندافع عليها، انني انا ضد النظام، ما قابلش النظام الملكي في المغرب لانه سكام، النظام المغربي سكام، لانه النظام المغربي في المغرب راه ما تيحاكمش. هادشي اللي كيبقى فيا انا الحال، يعني حاطين لينا واحد المنظومه اللي ما حاكماش، يعني هما غير خدامين غير موظفين. النظام المغربي ما عنده حتى شي دور في المغرب، النظام المغربي عباره عن واحد منظومه اللي كتخلص من جهات اجنبيه باش كتقمع المغاربه. علاش كتقمع المغاربه؟ لان الناس اللي حاكمين المغرب، الحكام الفعليين للمغرب، كيستغلوا الشعب المغربي الاستثمارات. علاش المغرب ديك اللعبه ديال جلب الاستثمارات؟ كيستغلوا يعني الاسعار، يعني كتشوف مثلا الاجور في المغرب كي دايره، كيستغلوا ديك الظروف ديال الناس المغاربه، صباره ساكتين ما كيهضروش على الحقوق ديالهم، ما كيهضروا على حتى شي حاجه. يعني هادشي اللي كيخلي مثلا هاد الناس هادو يعني تيخليهم تينوضوا مثلا تيقول لك واه المغرب يعني جنة الاستثمارات. فعلا جنة الاستثمارات، الاستثمارات ما كتكونش غير بوحدها، ما كتجيش بحال هكاك ما كتجيش من السماء. ولا مثلا هاد الشركات اللي كتستثمر في المغرب مثلا عندها مثلا كتنزل عليها الارباح من السماء من المغرب، نو الوجود ديال الشعب المغربي هو اللي كيساهم في الربح ديال هاد الشركات. هزلت اجور، ظروف العمل ما كاين لا تامين صحي، ما كاين لا تامين العمل، يعني الظروف ديال العمل راكم كتشوفوها قبل الطيره، يعني ظروف حتى مثلا داكشي ديال الوقايه ما كاينش. كنلقاو الناس تيخدموا مثلا في المعامل ديال المواد الكيماويه بلا ماسكات بلا هادشي ماشي ديالي انا، اش كيعاودوه ليا انا؟ ما شفتش المغرب راه تقريبا 30 عام، ولكن ملي كنهضر مع الناس تيقول لك اودي المغرب راه شتي ملي كنا حنا في المغرب راه كان شويه، فهاد الحسن الثاني راه كان شويه، راه فهاد الحسن الثاني كانوا ناس، كانوا رجال، كانوا معارضين حقيقيين كيتحبسوا كيخرجوا، اللي كتذكروا الامويين داك اللي قتلوه في شارع الارب عبد الله وقالوا اكسيدون سميتو نسات عليه سميتو الله يرحمه. يعني كانوا ناس اللي فعلا تيهضروا، كانت مثلا نقاشات حاده، كنشوفوا مثلا اختلافات حاده، كنشوفوا كانت معارضه حقيقيه، كانوا ناس كيتحاكموا كيتسجنوا ولكن فعلا كانوا فعلا الناس تيحكوا، يعني ناس كانوا كيناضلوا بقلبهم. ما دابا ما بقاش، يعني دابا ولا كلشي كيقلب غير على المناصب، لا المعارضه ولا الاسلاميين ولا
كنقلب غير على لي بوز الا الناس اللي عايشين بالخارج مثلا هادو اللي كيعتبروا والله العظيم الشيء اللي كيبانوا للناس اللي بالخارج يعني معارضين حقيقيين ماشي واحد يقول لك انا في المغرب معارض راه تيضحك على راسو وكيكذب على الناس وكيسكامي الناس الناس اللي في الخارج عنده لان علاش لان عندهم مساحه الحريه الانسان كيهضر كيعبر كيهضر يعني كيناقش يعني كيوصل الرساله في المغرب راه كاينين ولكن تيبقى تيبقاو تيعولوا الهضره هي كنعرفوا ديك القضيه ديال الخوف ديال القمع ديال المخابرات المغربيه اللي يعني كتمشي لها الميزانيات من اموال الشعب باش كيقمعوا الشعب يعني كنامنوا بهذا الشيء يعني ولكن واحد القضيه كتضحكني وهي ان دوك مثلا المعارضين ديال الداخل شكون كيعارضوا تيعارضوا اخ النور الحكومه الاحزاب البرلمان فهمتي مسؤول كذا كذا ولكن راه حنا كنعرفوا الحقيقه لا اللي في المغرب ولا اللي في الخارج كنعرفوا شكون هما المسؤولين الحقيقيين على الاوضاع في المغرب المسؤول الحقيقي هما دوك الموظفين اللي حطاهم جهات اجنبيه باش مسيطرين على المغرب ودايرين ديك اللعبه ديال كول ووكل كنعرفوا هاد القضيه يعني الانظمه الاجنبيه الحاكمه الفعليه للمغرب عاطين الضوء الاخضر عاطين ديك لاكارت بلونش للنظام المغربي كول ووكل اسيدي عيش مع راسك وكول وتبرع مع راسك ولكن ما تنساناش ولا نسيتينا راه غادي نحيدوك راكم شفتوا مثلا ترامب اشنو قال الملك ديال السعوديه قال لي راه حنا اللي مخليينك هنايا قالها لي طاي طاي زعما ماشي ديك اللعبه ديال ماشي ديك اللعبه كيكذب عليه ولا كيضحك عليه طاي طاي قالها لي راه شوف راه حنا اللي مخليينك في هذا حنا اللي مخليينك في هذا الكرسي راه ماشي تقول عند راسك راك انت اللي حاكم زعما ولا راك يعني معلم ولا يعني راك قائد ولا كذا نو قالوا راه حنا اللي حاطينك هنايا وهذا الشيء اللي وقع في المغرب علاش كنشوفوا مثلا جميع مثلا خصكم تعرفوا واحد القضيه حاليا شتي اي دوله كيشوفها الغرب كعدوه راه هذيك هي الدوله المستقله وشتي اي دوله حاليا على وجه الارض يعني كتخرج مثلا الغرب كيطبل ليها وكيدير عرفوا هذيك راه دوله مستعمره مازال مستعمره شتي اي دوله يطبل لها من طرف الغرب راه عرفوها مستعمره شي واحد صحافي اجنبي تيخرج كيطبل للمغرب عرفوه راه تابع للمنظومه اللي مسيطر هادشي اللي بغيت نقول لكم شي اي دوله يعتبرها الغرب عدوه ولا متورطه في شي حوايج عرفوا هذيك الدوله المستقله هذيك الدوله ما قادرش البنك الدولي يوصل لها شتي كاع الدول اللي ما واصلهمش البنك الدولي سيروا قلبوا عليها في جوجل كاع البنك اللي ما واصلهمش البنك الدولي تعتبر عدوه دائما كيلصقوا لها شي تهمه يا اما شي لعيبه فهمتي شي لعيبه ما تيخلوش ديك اللعبه على يعني ماشي ما كاينش ديك اللعبه ديال يعني دوله تابعه مثلا للغرب ديما كيطبلوا ليها والاستثمارات والمغرب كيتقدم راكم كتشوفوا مثلا المطبلين الاجانب كيخرجوا تيقول لك المغرب تقدم والمغرب يعني جنه وهذه ولكن الى جيتي تشوف مثلا دوار فرقي باش كيهضروا عليها كتقول ما يمكنش علاش زعما ولكن خصكم تهمو القضيه هي القضيه ديال التطبال ديال التبعيه دوله تابعه للغرب راه كيطبل ليها يعني دوله كيستغلها الغرب راكم كتشوفوا مثلا جنوب افريقيا في ايام الابارتايد وملي كان ناض مثلا والله تا اش نقول لكم غير بغيت نقول لكم واحد القضيه ان كاع الدول اللي كتشوفها مثلا عدوه عرفها مستقله اي دوله ما واصلهاش البنك الدولي عرفوا هذيك الدوله المستقله والدول المستعمره راه دائما انا ما كنهضر الدول الغربيه الدول الغربيه هي المستعمره الدول الغربيه هي اللي مسيطره
انا كنهضر عليكم على الدول مثلا ديال العربان ومثلا الدول الافريقيه والدول اسيا وكذا، يعني اي دوله كتشوفها مثلا كيشكرها الغرب عرف راه واكلها رزقها. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني هادشي اللي خصنا نفهمو. يعني حنا المغرب راه ما حاكمناش النظام المغربي، النظام المغربي راه ما هو الا دميه في يد القوى الاستعماريه. خصنا نفهمو هاد القضيه، ما نبقاوش دائما ديك اللعبه النظام المغربي النظام. راه شتي واخا انا السينار هنا راه ماشي مثلا بغيت نقول لكم واحد القضيه انني راه مع النظام، ولكن غير بغيت نقول لكم يعني كيفاش كتلعب اللعبه. راه واخا غادي تنوض تحيد هذا النظام، ومادام ان هذه الدوله اللي هي المغرب في يد المستعمر وكيستغلها وداخل ديك القضيه الاستثمارات، راه واخا تحيد هذا النظام راه غيجيبوك شي واحد اخر اللي كيخدم الاجنده ديالهم، وكيف ما بغى يكون غادي يدخلوا بالفلوس، يدخلوا بالفضائح مثلا يشدوا عليه شي فضيحه يعني، وبزز منه غادي يخدم ليهم. يعني باش نبدلوا النظام في المغرب، باش المغرب يولي دوله ديمقراطيه، راه خصو خدمه، خص الوعي الشعبي، خص الشعب يوعى. راه مثلا الشعب كيعيش هاد الظروف ديال الكلاخ وهاد الظروف ديال الاميه والجهل والتهميش وكذا، وغادي تحيد مثلا هاد النظام وغادي تقول راه مثلا غادي يجي نظام اخر اللي غادي يقدم لي شي حاجه. لا بلا ما تحلم بهاد القضيه، يعني المشكل اللي كاين في المغرب خصنا وعي جماعي، خص الوعي ديال المواطن، الوعي ديال الافراد. هما اللي حاكمين المغرب راه هي ديك الجماعه المطوره، الناس اللي قراو واللي خرجوا للخارج، وابناء الطبقات ابناء الخوانه راهم اللي حاكمين المغرب، الا شي واحد كيخرجوا من الجرم وتيقول لك ديك اللعبه حتى هما كتقليهم وتيوصلوا. هادشي اللي كاين اخوات، كنتمنى عندكم موضوع، تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.